هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان يتجدد اللقاء بكم، والتحية تتجدد مع تجدد أشواطنا على أرضية ميدان دستور في عالم الأصالة والتحدي والتنافس هنا بالمرموم، وهذه التواصل مستمر والأشواط مستمرة. الشوط الرابع عشر الذي أعلنت بداية انطلاقته وأعطت إشارة البدي للجعدان الحقايق في الأشواط المفتوحة. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تعلن الانطلاقة عن هذا المسار وهذا الشوط الجميل وهذه التحديات الرائعة الذي تتقدم في هذا الشوط وهذه الأسماء. ما شاء الله تبارك الله على هذا المسار، نسير مع المراكز الأولى. يتقدم المشاركين الأسد سالم بن حمود بن حمد الهاشمي على المركز الأول، بينما يليف المركز الثاني شاهين مبارك بن محمد الحرسوسي الذي يأتي في المركز الثاني. المركز الثالث وصول في هذه اللحظة من الهذب تعود ملكيته لعبد الله بن حمد بالقرين العامري، يتقدم في هذه اللحظات، ولكن شاهين بدل موقع هذا الشوط وانطلق إلى المركز الأول، وسلطان بن إيريب بن محمد المنصوري على المركز الأول وانطلق بالمركز بهذا الاندفاع الجميل. المركز الثاني مع عبد الله بن حمد بالقرين العامري في المركز الثاني، والمركز الثالث يشوف الانطلاق من مسكت صالح بن محمد بن سالمين العامري، يتقدم بسالمين كذلك في هذا الاندفاع، بينما المركز الرابع هناك العودة مشاهدينا الأعزاء إلى الأسد سالم بن حمود بن حمد الهاشمي، بينما المركز الخامس وصول من كفو محمد بن أحمد بن مطر بن ماهد الخيالي، والمركز السادس وصل مشاهدينا الأعزاء الطليلي مبارك بن حمد بن عميرة الشامسي، بينما المركز السابع سابع المراكز من الجانب الآخر يا سلام مسكت حمد بن صالح بن محمد بن سالمين العامري، ووصل في هذه اللحظات مشاهدي الأعزاء مرحب متعب بن طالب بن شريم المري، والمركز التاسع شوف التاسع هنا مرموق سالم بن راشد بن سرداح الكتبي، والمركز العاشر هذا هو مصدع بطي بن محمد بن مصبح الشامسي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى في مسار هذا الشوط وتحديات الجميلة، والألف ومئتين ومسيطر شاهين سلطان بن يريو بن محمد المنصوري منفرد عن الجعدان منطلق بالمركز الأول بدون أي توامر بعرض التلقائي، بينما المركز الثاني وصل فيه الطليلي مبارك بن حمد بن عميره الشامسي ينطلق على المركز الثاني، والمركز الثالث مرحب متعب بن طالب بن شريم المري يندفع في المركز الثالث مع مرحب. المركز الرابع هناك وصول وتحرك من مصدع بطي بن محمد بن مصبح الشامسي، وتحرك كفو في هذه اللحظات مشاهدي الأعزاء محمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، ووصل مرموق سالم بن راشد بن سرداح الكتبي الذي يتدخل، ولكن شوف الوصول من رعد عبيد بن راشد بالشاوي الغفلي مقد منه رعد في هذا الشوط، ولكن نعود إلى بن يريو ما شاء الله. هذا الشعار الذي تألق وعرف الناموس وعرف الفوز بالإنجازات خصيصا في هذا الموسم، ما شاء الله شفنا للكثير والكثير يا سلام. شاهين سلطان بن يريو بن محمد المنصوري والسلام هناك لهالي الوثبة في هذا الصباح الجميل وفي هذا الأداء الجميل. السلالة الشاهينية الدماء في عروقه الشاهينية ينبض بها شاهين سلطان بن يريو بن محمد المنصوري يقدم شاهين وانفراده في هذا الصباح الجميل. المركز الثاني مصدع بطي بن محمد بن مصبح الشامسي، ولكن خلاص بن يريو راح هناك، راح بالناموس والتهاني. تهانينا سلطان بن يريو بن محمد المنصوري، أسعد الله صباحك بن فراد. ولحظات وصول شاهين إلى خط النهاية، المركز الثاني وصل فيه مصدع بطي بن محمد بن مصبح الشامسي، والمركز الثالث أشوف وصول رعد عبيد بن راشد بالشاوي الغفلي، المركز الرابع لسالم بدغاش العامري، والمركز الخامس عموما على كل حال الخامس عندكم يا اللجنة. هكذا كان هذا الشوط وهذا الاندفاع الجميل. التوقيت الزمني
التوقيت الزمني مشاهدي الاعزاء لشاهين سلطان بن يريب بن محمد المنصوري، توقيت الزمني بنشوف مع ابو عدنان هناك مع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع، هذا هو على شاشه التلفزيون بتوقيت زمني 4:34، 6 أجزاء من الثانيه. تهانينا لسلطان بن يريب بن محمد المنصوري. بنشوف المركز الثاني اللي وصل في ثاني المراكز، مصدع قدم اداء جميل بطي بن محمد بن مصبح الشامسي. بنشوف توقيت الزمني على شاشه التلفزيون بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق 4:38 وجزء واحد من الثانيه، بينما المركز الثالث وصل في ثالث المراكز. بنشوف مع ابو عدنان اللي هو رعد في هذا الانطلاق، رعد لعبيد بن راشد بالشاوي الغفلي، قدم توقيت زمني 4:38، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.